ربط عشوائي للكهرباء وغياب تام للغاز والتهيئة العمرانية أمر أرهق كاهل سكان حي الشهداء ببلدية أفلو رغم الشكاوى المرفوعة للمسؤولين المحليين. هذا حي الشهداء هذا راه عنده كاين بزاف اللي مساكنين، كاين في 3 سنين، كاين اللي في 4 سنين، كاين اللي في 5 سنين، كاين اللي في 6. راك تشوف الأضواء هنا تاع الكهرباء، راك تشوف غير الخيطان متوسطين هنا مع الجدران، كل واحد يدي خيط من بوطو. ويخص التهيئة، يخص لاسينيسمو. هذه المنطقة تاع حي الشهداء خالية من المرافق العمومية، لا تهيئة، لا غاز، لا ضوء، لا حتى حاجة. من جهتها مصالح البلدية أكدت بأن هذا الانشغال على طاولتهم وأن مشروع ربطهم بالكهرباء والغاز قيد الدراسة. قمنا بدراسة شاملة للكهرباء والغاز بالإضافة إلى مشاريع أخرى. الكهرباء والغاز تكلفتها للدراسة حوالي 14 مليار، السيد الوالي مشكور عطى مبلغ 7 مليار للكهرباء. الدراسة راه في الطريق الصحيح وراها خطوات عملاقة في هذا الاتجاه. أما الغاز راح ثاني كذلك قيد الدراسة إن شاء الله. على وقع الوعود ينامون وعلى أمال تجسيدها يستيقظون، هذا هو حال سكان حي الشهداء في انتظار حل مشاكلهم.